ستات كتير بيبقوا حاسين ان الرياضة دي رفاهية، بما ان عندهم اولاد واطفال، فان هي تلعب رياضة لا ده ترفيه بقى، ده اكيد بقى لازم تكوني بقى ايه عندك بقى ناس بتخدمك في البيت وناس بتساعدك، وممكن يكون ناس من اسرتك شايلين عنك، بالذات انت كمان تحديدا ما شاء الله عندك اكتر من طفل، فبالتالي ناس بقى زمانها بتتفرج اكيد عندها اللي بيساعدوها وشايلين عنها، فبالتالي عندها وقت. هل احنا ممكن نعمل البالانس ده لو ما عندناش حد بيساعدنا، ولسه برضو نلاقي وقت نهتم بنفسنا ونلعب رياضة لو ما فيش حد يساعدنا وعندنا اولاد؟ بصي، الرياضة دي انا بشوف ان هي مهمة جدا 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 لكذا سبب. اول حاجة ان انت زي ما قلتلك بتحسي انك بعديها بتر المود بتاعك احسن، حاسة ان انت مبسوطة، ترجعي ان انت تبقي عارفة تدي لولادك والكلام ده كله. تاني حاجة مش هنحس ممكن بيها دلوقتي، لكن بعدين هتبقي عارفة لما تكبري تبقي حاسة ان انت عارفة تشيلي نفسك، مش محتاجة مساعدة من اللي حواليكي، مش على طول معتمدة على اللي حواليكي ان هم يعملولك وكده. فيعني الرياضة زي ما هي مهمة دلوقتي مهمة كمان بعدين. بالنسبة بقى انك تلاقي وقت وتلاقي البالانس وكده، انا والله بشوف في التراك امهات بالسترولر بتبقى بتزق البيبي وماشية، البيبي بتتمرن والبيبي جنبها، او لو طفل كبير شوية بيبقى بيجري حواليها بيلعب. في كمان دلوقتي تمارين اونلاين، ممكن يوتيوب دلوقتي ممكن تفتح وتعمل بالزبط. تمارين في البيت، البيبي واخد ناب ممكن تستغل الوقت دوت ان هي تتمرن فيه. فمن الاخر اي حد عايز يعمل حاجة فعلا هيلاقي لها وقت وهيحطها أولوية في حياته. صح. تنظيم وقت وأولويات بالظبط كده. بس محتاجة الموضوع بس نحطه في دماغنا والدنيا بتمشي. بالظبط.